لماذا يقارن الغرب بين الجيش السعودي والجيش الإيراني؟ كل شاب يلاقي دورية غربية، مجلة غربية، صحيفة غربية، مركز دراسات غربي، موقع غربي، الكل بيتكلم بطريقة منتظمة ومتعمدة عن التوازن العسكري بين السعودية وبين إيران، عن قوة الجيش السعودي وقوة الجيش الإيراني، بيتكلموا عن حرب محتملة بين السعودية وإيران، مين ممكن ينتصر في هذه الحرب إذا ما حاربت السعودية إيران. ده جزء من سياق في التفكير الاستراتيجي في الغرب وفي الشرق، إن ماذا يحدث لو اصطدم الجيش السعودي والجيش الإيراني في حرب بين الدولتين. موقع جلوبال فاير اتكلم في الموضوع وعرض التوازن العسكري بين الدولتين أو قوة كل جيش. اللي قاله جلوبال فاير بالنسبة لتفوق إيران، نمرة واحد، عدد سكان إيران أكبر من عدد سكان السعودية، هنا 82 مليون، هنا حوالي 30 مليون، وبالتالي الجيش هنا وإمكانية الحشد والتعبئة أعلى من الإمكانية عند هذا الجانب، لأن أكثر من 80 مليون سكان إيران وأقل من 30 مليون سكان السعودية. نمرة اثنين، عدد الجيش في إيران مليون، عدد أفراد الجيش في السعودية ربع مليون، يبقى الجيش السعودي عدد أفراده ربع مليون، إنما الجيش الإيراني عدد أفراده مليون فرد. نمرة ثلاثة، طبقا لموقع جلوبال فاير، إن البحرية الإيرانية أقوى، وكذلك الدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ والمطارات العسكرية. نيجي بقى البحرية الإيرانية أقوى في إيه؟ في حوالي 400 قطعة بحرية عند الإيرانيين، وحوالي 55 قطعة بحرية فقط عند السعوديين. في 33 غواصة في البحرية الإيرانية، ما فيش ولا غواصة في البحرية السعودية. لما نيجي للدبابات هنلاقي طبقا لجلوبال فاير ان ايران اقوى، 1650 دبابة في ايران لكن 1142 دبابة في السعودية، وبالتالي برضو مش اكبر بكتير، يعني ارقام متقاربة، الاثنين فوق الالف دبابة. نيجي المدافع هنلاقي ان الفرق اكبر واوضح، في اكتر من 2000 مدفع عند الايرانيين، إنما في أقل من 500 مدفع عند السعوديين. لما نيجي راجمات الصواريخ برضو الفرق كبير، أكتر من 1500 من راجمات الصواريخ عند الإيرانيين و300 وشوية راجمات الصواريخ عند الجيش السعودي. نيجي المطارات العسكرية هنلاقي برضو إيران أكتر، 319 مطار عسكري بينما 214 مطار عسكري في السعودية. يبقى كده عدد السكان وعدد الجيش والبحرية والدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ والمطارات، تبقى لجلوبال فاير ان الجيش الايراني يمتلك اكتر مما يمتلك الجيش السعودي، لكن السعودية تتفوق في جوانب اخرى. فيما تتفوق السعودية، نمرة واحد، الفرقاطات والطرادات. عدد الفرقاطات اللي عند السعودية أكتر من عدد الفرقاطات اللي موجودة عند الإيرانيين، كذلك الطرادات اللي موجودة عند السعودية أكتر من الموجودة عند الإيرانيين. أيضا الطائرات الحربية، السعودية أقوى في الطيران الحربي، أقوى من إيران. الجيش السعودي عنده 844 طائرة، الإيرانيين عندهم 505 طائرة، إذن السعودية أقوى في الطيران الحربي وأقوى في الفرقاطات وأقوى في الطرادات. أيضا المروحيات، المروحيات الجيش السعودي عنده 254 مروحية، الجيش الإيراني 145 مروحية، أقل كتير جدا من الجيش السعودي. أيضا العربات المدرعة، السعودية أكتر من ضعف إيران، السعودية 5472 عربة مدرعة، الجيش الإيراني 2215 عربة مدرعة. القدرة الاقتصادية، الميزانية العسكرية مهمة جدا، لأن في نهاية الحرب اقتصاد مش بس سلاح، ف 56 مليار دولار الميزانية العسكرية السعودية،
لكن الميزانية العسكرية الإيرانية حوالي 6 مليار دولار. في أزمة اقتصادية في إيران تؤثر على سير العمليات. يبقى إذن السعودية أقوى من إيران والجيش السعودي أقوى من الجيش الإيراني في عدد الفرقاطات والطرادات والطائرات الحربية والمروحيات وكذلك العربات المدرعة وكذلك الميزانية العسكرية. دي أبعاد المقارنة بين الجيش الإيراني والجيش السعودي اللي موقع جلوبال فاير اتكلم فيه والدوريات كتيرة جدا اتكلمت عنه. إنما لدينا الملاحظات التالية. نمرة واحد، إن كثرة هذه المقارنات هي تمهيد للحرب. يعني في عملية تسخين للمنطقة، إنه السعودية تقارن نفسها بإيران، إيران بالسعودية، التجهيز النفسي في المنطقة لحرب بين السعودية وإيران. نمرة اتنين، توماس فريدمان، فريد زكريا، آخرون بقالهم فترة بيقولوا إن في حرب شيعية سنية قادمة، حرب شيعية سنية قادمة، وإن الحرب بين السنة والشيعة ضرورية من أجل تقدم المنطقة، وإن زي ما حصل قبل كده حرب بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا أدت في النهاية إلى ظهور الدولة القومية بعد صلح وستفاليا 1648. ده يحصل في العالم العربي والإسلامي. يبقى معارك ومذابح بين السنة والشيعة عشان بعد كده يتطوروا ويصلوا إلى مرحلة الحداثة زي مذابح الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا ثم الوصول إلى الحداثة. وبالتالي في تشجيع كبير جدا، مش بس توقع، على حرب بين السعودية وإيران أو حرب مذهبية كبرى بين السنة والشيعة. نمرة ثلاثة، إن ما يسمى الآن توازن قوى، لو حصلت هذه الحرب ممكن ينتقل إلى توازن ضعف، إن تقدر السعودية تدمر كتير في إيران وكذلك العكس. وفي هذه الحالة ممكن نلاقي إن المنطقة مش في حالة من توازن القوة وإنما حالة من توازن الحرب إذا اندلعت هذه الحرب. النقطة الرابعة، في النهاية المشروع الإيراني هو مشروع غربي، وإيران مهما تبدو عدو الغرب دائما في نقاط التقاء وفي وصلات بين إيران وبين الغرب. من أول آية الله الخميني حتى الآن لا نثق أبدا في أن الغرب يعادي إيران، دائما هناك خط. وبالتالي يخشى أن منذ الثورة الإيرانية التي أشعلت المذهبية في المنطقة وبالتالي نقلت هذه المذهبية إلى أكثر من دولة عربية لم تكن فيها هذه المذهبية وقطعت طريق المدنية والحداثة على هذه المنطقة، ممكن يكون ده للأسف مقدمة لما يتصورونه حرب أهلية إسلامية بين السنة والشيعة أو حرب إقليمية كبرى بين السعودية وإيران. وبالتالي كثرة الحديث عن التوازن العسكري وقدرات الجيش السعودي والجيش الإيراني هو تمهيد لحرب نتمنى ألا تقع بين الدولتين.